محتار تقدم فين وبتدور على شركة تكون عندها خبرة ومشرفين على أعلى مستوى؟ طيب تعرف إن أسعار الحج السياحي بتحددها وزارة السياحة مش بمزاج الشركات؟ خلي بالك الموضوع مش طيران وإقامة بس، زنادو للسياحة هتحقق لك كل ده وأكتر عشان تطمن بجد، لأنك مش هتحتاج أكتر من صورة البطاقة وجواز سفرك للتقديم، مع مكان خبرته أكتر من 30 سنة في مجال الحج والعمرة. وإنت هناك إقامتك هتكون في أفضل الفنادق على ساحة الحرم، كمان بتسافر مع أفضل شركات النقل والطيران، وما تنساش بيكون معاك أفضل المطوفين وأفضل المشرفين طبي وديني بصحبة الأستاذ محمد عوض والشيخ مسعد المهدي. هما مش هيعرفوك بس إزاي تأدي المناسك، لأ ده كمان هيكونوا معاك خطوة بخطوة طول فترة الرحلة. احجز معانا وما تنساش تسأل على مفاجأتنا وعروض الحج والعمرة. مستني إيه؟ معانا هتوفر وقتك ومجهودك. اتصل بينا على الأرقام الموجودة أو كلمنا على رقم الواتساب. مع زنادو للسياحة حجك مبرور وذنبك مغفور بإذن الله. احنا دايما في خدمتك لأنك ضيف من ضيوف الرحمن في بلد الله الحرام. مع زنادو للسياحة، سافر وانت مطمن. مشاهدينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل الخير. حلقة جديدة من برنامجكم 60 دقيقة. النهاردة 25 يناير، اليوم ده الناس فاكرة إن هو بيحصل فيه حاجة واحدة بس أو هو بيحمل حدث واحد، ولكن هو بيحمل حدثين مهمين جدا. الحدث الأول اللي هو عيد الشرطة، وطبعا أنا بوجه تهنئة خاصة لكل فرد من أفراد الشرطة، وكمان على رأسهم السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وكمان السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ولكل فرد من أفراد الشرطة بعيدهم الـ 68. الحدث الثاني اللي هو ثورة 25 يناير، مش بس هنفتكرها بالأحداث السيئة بتاعتها، لا احنا بنفتكر الجزء الإيجابي. شباب نزلوا الشارع وعملوا ثورة ان هم عايزين حياة اجتماعية وعدالة وعيش، وبيدوروا على حاجات كتير. محدش كان يتخيل ان بعد ما الثورة تخلص نكون في الامان اللي احنا فيه دلوقتي، من بعد التدهور والتوتر اللي كان في الشارع لامان طبعا احنا فيه بفضل السيد رئيس الجمهورية. الامان اللي احنا فيه دلوقتي، كل سنة وحضراتكم بألف خير جميعا. اسمحوا لي بقى اغششكم حلقتنا النهاردة، الفقرات اللي فيها هتكون ازاي. طبعا الفقرة الثانية هيكون معانا استاذ محمد عوض مدير السياحة الدينية لشركة زنادو ترافل. أستاذ محمد عوض، الراجل ده اسمه بدأ يتشهر في فترة صغيرة جدا، سوشيال ميديا ماشي، تلفزيون ماشي، مش بس بيقدم عروض للشركة بتاعته وبيقول المفروض الشركة فيها كذا والمفروض ان هي بتقدم كذا وبتساعد الناس، لا ده كمان قدر ان هو يكهرب الشركات التانية، ان هو قدر يخفض في الأسعار ويجيب السعر اللي هيقدر كمان يوفر للناس ان هم يسافروا ويعملوا حج أو عمرة، وده كمان فايدة كبيرة جدا سواء للناس وسواء للشركات التانية ان هي تخلي بالها ان هي تهدى شوية، وللناس كمان ان عدد كبير كان بيأجل كل مرة علشان المصاريف، لا بدأ العدد ده دلوقتي ان هو يقدر يسافر. كمان معانا هتكون في الفقرة الثالثة هيكون معانا المبتهل محمود معتمد، هيقدر ان هو يطربنا ويتكلم عن الابتهالات ويقول لنا كمان كذا ابتهال، وهيقدر كمان يشرح لنا قصته. انا كنت فاكراه ان هو دكتور واتفاجئت ان هو ممرض، وقدر ان هو يعمل فيديو والفيديو ده بقى ترند على السوشيال ميديا، شيرته مواقع كتير زي الجزيرة وكمان شيرته مواقع تانية إخبارية كتير. الفيديو ده كان ان هو كان موجود في غرفة المرضى عمال يقول ابتهالات، وكمان كان عمال الناس كان في حالة سكوت وصمت رهيبة لسماع صوته، كان في كمية استمتاع كمان رهيب بصوته.
فان شاء الله هيكون معانا الفقره الثالثه. خلوني كمان قبل ما انسى اشكر الراعي الرسمي لبرنامجنا استاذ محمد عوض، او بمعنى اصح شركه زنادو ترافل، كمان كانت راعي في برنامجنا كله تمام مع هاله والويشي. طبعا كان معايا فيه الباشمهندس محمود الويشي، كانت اضافه قويه جدا وكان حد محترم جدا، وسعدت جدا بالفتره اللي اشتغلت معاه فيها. وكمان راعي لبرنامجنا دلوقتي 60 دقيقه. خلونا بقى نستقبل فقرتنا الاولى، خلونا نطلع لفاصل صغير ونيجي نبدا فقره الاخبار. هتلاقي الضحكه جرب مع هالة صانعة البهجة، هتلاقي حكاوي وكلام وغناوي جرب لو نفسك تحج بيت الله الحرام وكمان تصلي في الروضة الشريفة وتأدي الفرض الخامس؟ محتار تقدم فين وبتدور على شركة تكون عندها خبرة ومشرفين على أعلى مستوى؟ طيب تعرف إن أسعار الحج السياحي بتحددها وزارة السياحة مش بمزاج الشركات؟ خلي بالك الموضوع مش طيران وإقامة بس. زنادو للسياحة هتحقق لك كل ده وأكتر عشان تطمن بجد، لأنك مش هتحتاج أكتر من صورة البطاقة وجواز سفرك للتقديم، مع مكان خبرته أكتر من 30 سنة في مجال الحج والعمرة. وإنت هناك إقامتك هتكون في أفضل الفنادق على ساحة الحرم، كمان بتسافر مع أفضل شركات النقل والطيران، وما تنساش بيكون معاك أفضل المطوفين وأفضل المشرفين طبي وديني بصحبة الأستاذ محمد عوض والشيخ مسعد المهدي. هما مش هيعرفوك بس إزاي تأدي المناسك، لأ ده كمان هيكونوا معاك خطوة بخطوة طول فترة الرحلة. احجز معانا وما تنساش تسأل على مفاجأتنا وعروض الحج والعمرة. مستني إيه؟ معانا هتوفر وقتك ومجهودك. اتصل بينا على الأرقام الموجودة أو كلمنا على رقم الواتساب. مع زنادو للسياحة حجك مبرور وذنبك مغفور بإذن الله. إحنا دايماً في خدمتك لأنك ضيف من ضيوف الرحمن في بلد الله الحرام. مع زنادو للسياحة سافر وانت مطمن. جرب مع هالة صانعة البهجة، هتلاقي حكاوي وكلام وغناوي. امبارح واحنا كنا جايين على الطريق كان في كمية باصات سياحية رهيبة، كمية باصات ماشية ورا بعضها وماسكين علم مصر وكمان عمالين يهتفوا تحيا مصر. بالفجأة كده افتكرنا ان في اكيد ماتش النهاردة، فبالتالي الناس دي رايحة تشجع. لما فضلنا نفكر شويه افتكرنا ان كانوا بيقولوا ان في احتفال ضخم هيكون في استاد القاهره. الاحتفال ده احتفال منظمته مجلس القبائل والعائلات المصريه. طبعا الاحتفال كان ضخم وكان فيه كميه ناس كتير قوي، سواء شباب او سواء اباء او امهات او سواء شيوخ او سواء ناس جايه من صعيد مصر. طبعا كان تحت عنوان شعب واحد وايد واحده ووطن واحد، شارك في الاحتفال جميع طوائف الشعب. كمان مجلس القبائل العربيه بصعيد مصر كان من فتره عامل مؤتمر حاشد جدا وكبير جدا، كان بمدينه انا، كان لدعم وتفويض السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ قراراته والتعديلات اللي كانت موجودة في الفترة الأخيرة أو المشهودة كمان اللي كانت قدامنا. كمان حضر فيها عدد كبير جدا من رموز عائلات وقبائل محافظات صعيد مصر ونواب مصر. كمان اتحاد القبائل المصرية كان من فترة عمل سلسلة مؤتمرات، بدأت بمؤتمر في إنا وبعدها بدأت في مؤتمر في المنصورية بالجيزة، وطبعا كان آخرهم المؤتمر أو الاحتفال اللي كان موجود امبارح. طبعا علشان نعرف أكتر وعلشان نفهم الموضوع ده أكتر معانا دلوقتي تليفونيا الزميلة الصحفية رنا شعبان نائب مدير تحرير مؤسسة اتجاه الإعلامية. أستاذة رنا مساء الخير. مساء النور يا أستاذة هالة، وأهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. استاذه رنا منورانا النهارده. عايزه اسال حضرتك في البدايه كده شكل الاحتفال كان عامل ازاي امبارح؟ في البدايه انا احب ارحب طبعا بحضرتك وبالساده المشاهدين، وحابه اقول كل سنه وشرطه مصر بخير ورجالنا، ودول دايما فخرنا واللي بنعتز بيهم. وطبعا الاحتفاليه امبارح كانت
احتفالية كانت ملحمة شعبية من نوع آخر. احنا بنشوف الشعب المصري كله بيلتف حوالين قيادته السياسية بحضور الأسر بشكل كان عظيم جدا. لقينا آباء، لقينا أمهات، لقينا شباب كتير جدا من الشباب الواعي الشباب المثقف، لقينا شخصيات عامة. كان في سادة النواب طبعا، أعضاء مجلس النواب، كان في برضه شخصيات عامة، كان في فنانين، كان في رياضيين. والاحتفال ده مش بس احتفالية احنا بنشوفها احتفالية عظيمة، ده بيدل على عظمة الشعب المصري ووعيه بكل ما يتم من تقدم وتطور على أرض الواقع، وطبعا طيب بناء شامل لأركان الدولة بكل مؤسساتها. طيب استاذ رنا، كمان عايزه حضرتك تقولي لي، هل الاحتفال كان الاحتفال باليوم فقط، ولا لكن الاحتفال كان فيه رساله موجهه من الشعب المصري ان خلاص احنا مع الرئيس السيسي في كل قراراته ومبسوطين جدا بالانجاز اللي وصلنا له؟ طبعا طبعا الاحتفال ده بيدل على ان التلاحم والملحمة الجميلة اللي احنا شفناها تحت شعار ايد واحدة وطن واحد وتحيا مصر. طبعا يعني شعار اللي دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي بينادي بيه، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. ده ما كانش سهل جدا انه يعدي كده بالساهل. لما نشوف القبائل العربية في مصر، القبائل السيناوية، كل طوائف الشعب متجمعين على هدف واحد، بيرسلوا رسالة قوية للعالم ان كل اطراف الدولة المصرية في كل ربوعها بتقف خلف قيادتها السياسية ضد اي عدوان وضد اي قوة ظاهرية كانت او خفية. وطبعا التوقيت اللي اختاروا فيه الاحتفالية ما كانش كده عبثا، لا احنا بنختار توقيت اللي هو قبل عيد الشرطة. عايزين نوصل يعني رسالة لشرطتنا، عايزين نوصل رسالة للعالم كله ان احنا بنحتفل بيهم، ان احنا دايما ورا قيادتنا السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجيش المصري والشرطة المصرية. والشعب خلاص بقى واعي، بقى عارف ايه هي المخططات اللي بتهدم الدولة، بقى عارف كويس جدا القيادة السياسية دايما بتعمل على تحقيق الانجازات اللي احنا شايفينها دايما وكل الشعب المصري دلوقتي لامسها. معلش يعني احنا بنشوف دلوقتي انفاق بتتم في سينا لتحقيق البنية التحتية وبناء البنية التحتية والربط القاري، بنشوف العاصمة الادارية اللي هيكون فيها الحكم ذاتي من هناك من العاصمة، بنشوف كمان تطور بشكل كبير جدا من يعني الاقتصاد المصري انتعش، الاستثمارات اللي بدأت انها تدخل مصر بشكل كبير وفي كل المجالات، بنشوف تطور كبير جدا حتى مش بس في القاهرة، لا احنا بنشوف كمان برضو تطور في كل المحافظات. بنشوف دلوقتي مدن جديدة بتتبني، بنشوف يعني اسكان للشباب، بنشوف حاجات احنا ما كناش بنعيشها قبل كده. طبعا كان في فبجد تطور مشهود الفترة الأخيرة وكلنا شفناه. أستاذ رنا، كمان عايزة حضرتك تكلميني عن الحضور في الاحتفال، كان الحضور شباب ولا كان آباء وأمهات أكتر ولا كان شيوخ أكتر؟ عايزة حضرتك تكلميني عنهم، عن الحضور هناك كان عامل إزاي؟ بالمنظر اللي احنا شفناه امبارح، المنظر الجميل اللي العالم كله شافه مش بس المصريين، ما اقدرش احدد انهي فئة بالظبط، بس انا زي ما قلت لحضرتك كان لفيف من الشباب رافعين اعلام مصر بيرددوا تحيا مصر بكل حب وبكل دعم لرئيسهم وقيادتهم السياسية. شفنا كمان برضو رجال وشيوخ القبائل العربية، شفنا كمان برضو أسر جايين من كل المحافظات علشان يدعموا الرئيس عبد الفتاح السيسي زي ما حضرتك أشرتي منذ قليل في اتخاذه للقرارات السليمة اللي دايما بتكون في مصلحة الوطن والمواطن. وده دايما طبعا الرئيس بيركز جدا على مصلحة الوطن والمواطن، وكمان برضو بيحافظ على الشأن الداخلي والشأن الخارجي. فإحنا شفنا امبارح منظر جميل جدا، إحنا مقدرش طبعا نقول كان عددهم قد ايه، بس هم كانوا عشرات الالاف وقد يصل كمان برضو يعني للملايين. فكان منظر جميل جدا، انا بصراحة ما اقدرش من جمال المنظر ان انا احصر ايه اكتر فئة كانت موجودة. طيب استاذه رنا، كمان عايزاكي تقولي لي ازاي الاحتفال ده من خلاله كده كانت ايه الرساله اللي وصلت للناس اللي باصه لمصر ان هي ضعيفه وان الشعب مش متماسك مع بعضه في اتخاذه لقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو يكون موجود معانا؟ بص زي ما قلت لحضرتك من شوية، الرسالة ان احنا بنوصل لهم من خلال الشعار ان احنا ايد واحدة، جيش واحد، وطن واحد، شعب واحد بكل اطيافنا. يعني احنا شفنا القبائل العربية، القبائل السيناوية، فاحنا بنرسل رسالة يعني لاشكال الارهاب المختلفة ان سينا بتاعت مصر، شيوخ وكبار سينا هم رجالة مصر اللي عمرهم ابدا ما هيساعدوا في هدمها، لا هم بيساعدوا في الحفاظ عليها وفي بنائها. شفنا المسلم مع المسيحي، شفنا الشيخ مع الشاب، شفنا الأطفال. احنا لما نبعت رسالة للعالم احنا مش بنقول لهم ان احنا موجودين،
او ان هم يشوفونا في مشهد جماهيري فقط، لا احنا بنقول لهم ان احنا ايد واحده، ومهما حاولتوا تفتتونا او تبعدونا عن بعض او تزرعوا ما بيننا كراهيه مش هتقدروا. استاذه رنا الشعبان نائب مدير تحرير مؤسسه التجاه الاعلاميه، انا بشكرك على مداخلتك معانا النهارده، وزي ما حضرتك قلتي نتمنى نشوف التطور ده موجود على طول، وتحيا مصر مليون مره. كمان من ابرز واهم الاخبار الرياضيه النهارده كان معانا ان قمه الاهلي والزمالك بالدوري في موعدها 24 فبراير من الشهر المقبل. كمان كشف عمرو الجلاني رئيس اللجنه الخماسيه باتحاد الكره انه لم يتم تاجيل قمه الاهلي والزمالك في بطوله الدوري الممتاز والمؤجله من الجوله الرابعه للدوري الممتاز. كمان كان بيقول الجلاني ان الدوري لا يتحمل اي تاجيلات جديده الفتره المقبله، والمباراة هتقام في استاد محمد بن زايد في أبو ظبي. وطرح مسؤولين كمان مجلس أبو ظبي الرياضي تذاكر المباراة لكأس السوبر المصري. طبعا علشان نعرف تفاصيل أكتر هيكون معانا الزميل الصحفي عبد الرحمن حسن رئيس قسم الرياضة بجريدة الحالة. أستاذ عبد الرحمن مساء الخير. مساء النور يا أستاذة هالة، ومساء طبعا الفل على كل مشاهدين قناة الصحراء الجمال. مساء الخير يا استاذ عبد الرحمن. استاذ عبد الرحمن عايزه حضرتك تكلمني عن المباراه المقامه بين الاهلي والزمالك وكمان القمه، عايزه حضرتك تديني تفاصيل اكتر عليها. طبعا مباراه القمه بين الاهلي والزمالك يعني كشف عنها طبعا الاستاذ عمرو الجنايني، واوضح ان المباراه هتقام في مواعيدها يوم 24، وبسبب طبعا من الانباء اللي انتشرت الفترة الأخيرة بتأجيل المباراة مرة أخرى. طبعا احنا كما متعودين دايما ان القمة المصرية هي من أقوى المواجهات في العالم. طبعا اللي حدث في الفترة الأخيرة من عدم ألو أستاذ عبد الرحمن. أيوة مع حضرتك استاذ عبد الرحمن. كمان عايزه حضرتك تكلمنا عن اسعار التذاكر الفي اي بي والفئه الاولى والفئه الثانيه والفئه الثالثه والرابعه. طيب طبعا طرح مسؤولي طبعا مجلس ابو ظبي الرياضي خلاص يعني ان هي المباراه قربت ان شاء الله يوم 20 فبراير المقام على استاد محمد بن زايد. طبعا السوبر المصري بين الاهلي والزمالك، طرح مسؤولي مجلس ابو ظبي الرياضي اسعار التذاكر. وطبعا لو عايزين ان احنا برضو ده انا عايز اعلن عن قائمه الاسعار، مفيش مشكله في هذا يعني. تمام، يا ريت حضرتك تقول لنا الفي اي بي والدرجه المميزه وكمان الفئه الاولى لحد الفئه الرابعه. طيب هو كده كده ان شاء الله الفي اي بي هتكون ب 500 درهم بمعادل مصري 2150. طبعا الدرجه المميزه هتبقى 350 درهم بمعدل مصري برضو 1510. الدرجه الاولى هتكون ب 200 درهم بمعادل 800 جنيه مصري. والفئه الثانيه هتكون 150 درهم، هتكون بمعدل 645 جنيه مصري. طبعا الفئه الثالثه 75 درهم بمعادل 325 جنيه مصري، والفئه الرابعه 50 درهم بمعادل 215 جنيه مصري. طيب استاذ عبد الرحمن، تقريبا الاسعار هتبقى مناسبه لكل الفئات لانها مش بالدرجه الغاليه جدا، وكمان مش بالدرجه اللي هي خلاص يعني رخيصه الثمن يعني. طبعا طبعا هي طبعا انا من الاسعار اللي احنا شايفينها طبعا هي في المستوى البسيط، وهتكون طبعا دفعة كبيرة جدا لذهاب عدد كبير من الجمهورين ما بين الأهلي والزمالك إلى ملعب بن زايد ولمشاهدة المباراة وحضورها يعني. طيب كمان أستاذ عبد الرحمن، في النهارده خبر رياضي كمان مهم جدا اللي هو النجم الساحلي سيصل إلى القاهرة لملاقاة الأهلي في دوري الأبطال، عايزة حضرتك بقى تكلمني عن استعدادهم للمباراة وهتكون مقامة فين؟ بالفعل طبعا مساء أمس الفريق التونسي إلى مدينة القاهرة، وأدى تدريباته على ملعب بطرسبورت في الساعة 7:30 مساء، وشهد التدريبات طبعا يعني حماس قوي جدا من الفريق التونسي لتحقيق طبعا النتيجه ايجابيه على النادي الاهلي.
وطبعا صرح المدير الفني كارلوس جاريدو ان الاهلي ليس الفريق المرعب، وان الفريق النجم الساحلي قادر على الفوز وعلى التاهل في هذه المباراه. طيب استاذ عبد الرحمن، عايزاك كمان تكلمني عن استقبالهم للنجم الساحلي كمان. تقريبا هم كانوا عملوا بطريقه كويسه واستقبلوا الاهلي بطريقه كويسه في بلدهم، فتقريبا ده رد فعل ولا حاجه مختلفه؟ بالفعل بالفعل، طبعا ذهب الكابتن سيد عبد الحفيظ الى مطار القاهره واستقبل الفريق التونسي، ثم ذهب معهم الى فندق الاقامه، وطبعا ترحاب ويعني مؤازره كبيره جدا من الكابتن سيد عبد الحفيظ للفريق التونسي، زي ما بنقول يعني استقبال الضيف ويعني وتحيته في بلدنا، طبعا دي هتكون مهمه جدا كما حدث برضو في تونس يعني. طيب استاذ عبد الرحمن حسن، انا بشكر حضرتك على مداخلتك معانا النهارده، واتمنى ان شاء الله تكون النتيجه مرضيه في المباراه. مشاهدينا خلونا نطلع لفاصل صغير علشان نستقبل بقيه فقراتنا ونرجع لكم بعد الفاصل. قرب وتعالى هتلاقي الضحكه، جرب معانا صنعه البهجه، وتعالى هتلاقي الضحكه، جرب معانا صنعة البهجة، هتلاقي حكاوي وكلام وغلاوي. مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا النهارده. معانا ضيف الفقره الثانيه استاذ محمد عوض، مدير السياحه الدينيه بشركه زناد ترافل. استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم، نورتيني النهارده. استاذ محمد طبعا كل سنه وحضرتك بألف خير، النهارده يوم عظيم، فانا كمان حابه اهنئ حضرتك بيه. كل سنه عليك طيبه، و كل سنة وكل رجال الشرطة وكل رئيسنا رئيس الجمهورية وشعبنا العظيم بخير، ونشكرهم شكر خاص جدا على التضحيات والمجهودات اللي بيعملوها. كل سنة وكل مصر بخير إن شاء الله. وحضرتك بخير يا رب. أستاذ محمد، في الفترة الأخيرة اتشهرت قوي البوابة الإلكترونية، ناس كتير متضررة منها وناس كتير مش حباها وناس كتير عاوزة تلغيها. احنا كنا طبعا اتكلمنا في الحلقات السابقة عنها، بس حضرتك مش شرحتها لنا كاملة، فعايزاك النهاردة بقى اتكلمنا عنها أكتر. تمام. اول حاجه انا بشكر الاستاذ احمد ابراهيم مستشار البوابه الالكترونيه، وبشكر السيد الدكتور خالد العناني على البوابه الالكترونيه، وفعلا هي انجاز عظيم جدا جدا يعني، والحمد لله. وعايز اقول له كمان ان احنا كشركات سياحه ان شاء الله، يعني انا بتكلم عن نفسي، لا تراجع ولا استسلام عن البوابه الالكترونيه. هي فعلا فعلا يعني نفعت ناس كتيره، وهي مش عايزين حاجه غيرها يعني، مش هينفع لا بديل ليها اصلا يعني. طيب استاذ محمد، كمان خدمه ضيوف الرحمن بتبقى مختلفة. أنا أعرف إن في ناس لما تزور بيت الله الحرام تفضل واقفة، في ناس بيغمى عليها، وفي ناس بتفضل تعيط لحد ما خلاص يعني الوقت بتاعها بتحس إن هو راح منها من كتر العياط في مكانها. في ناس كتير بتنسى الأدعية المفروض تدعيها، وفي حاجات كتير بتحصل، فعايزة حضرتك تكلمني أكتر عن الموضوع ده. طيب، هو الموضوع ده أساساً اعتماده الأساسي على المشرف اللي بيكون موجود معنا، الناس هو اللي بيقدر إزاي يوجههم، هو اللي بيقدر الناس يعني دايما يركز مع الناس، يصح الناس عشان خاطر تقدم نسيجها كويس. لان الناس طبعا زي ما قلنا قبل كده كذا مره، ان الناس بتروح هناك مش عارفه حاجه او بتنسى كل حاجه، فلازم يكون معاها المشرف، يكون معاها حد، يكون معاها دايما باستمرار ان هو يفهمها ازاي تعمل ايه. طبعا المكان اصلا روحياته عاليه، المكان حاجه جميله طبعا، كل الناس بتتمنى تروح، واللي بيروح هناك بيشوف المنظر وبيخش عند الكعبه بيبقى حاجه ثانيه طبعا، وبينسى كل حاجه، فلازم يكون معاها حد يوعيه وحد يفهمه. ما ايوه، انا عايزه حضرتك بقى تكلمنا عن الروحانيات دي. طيب، هي طبعا حاجه جميله طبعا، كفايه اصلا ان هم وهو بيلبس الاحرام وهو بيخش في نسك العمره وهو في الطريق وهو رايح يعمل العمره وهو جوه عند الكعبه وهو عند الحجر الاسعد وهو عند باب الكعبه، كل ده روحانيات عاليه جدا طبعا. مجرد ما بيخش من عند الحرم هو بيحس بحاجه ثانيه وبيروح في دنيا ثانيه خالص، فروحانياتها كتيره. والمدينه هنتكلم في حاجه يعني. طيب تمام. طب خدمه ضيوف الرحمن دي عايزه حضرتك بقى تقول لي هي بتكون ازاي اصلا؟ تمام، هي خدمه ضيوف الرحمن لازم يكون في اخلاص. لازم يكون البني ادم عنده اخلاص عشان يقدر يخدم الناس كويس. الاخلاص هو سر نجاح المشرف، هو سر نجاح اي حد. اذا اخلصت في العمل بتاعك فانت ربنا هيكرمك وهتنجح. لان العمل بتاعنا دايما بقول ايه، يا رب اجعلني يعني ايه عملي خالص لوجه الله، مش لحاجه يعني، ان انا بعمل الحاجه دي لربنا سبحانه وتعالى، فعايز عملي يبقى خالص لوجه الله. دايما بقعد ادعي عشان ما يجيليش غرور في نفسي، لان انت طبعا لما بتخدمي الناس فبتسمعي شكر، فبتسمعي دعوه كويسه، بتسمعي بتاع، فالبني ادم عشان ما يسيبوش غرور فبيقول يا رب اجعل عملي خالص لوجه الله عشان ما يسيبنيش غرور جواه يعني. البني ادم ضعيف،
فممكن يصيب الغرور. لا انا بقول يا رب اجعل عامي خلاص وجه الله، خلاص وجهك الكريم يعني الحمد لله رب العالمين. اه تمام. خدمه ضيوف الرحمن دي بس مش بس بتشترط على المشرف اللي موجود او مدير السياحه اللي موجود او المذكر ان هم كل شويه بيذكرهم بالادعيه اللي يقولوها، لا دي بتعتمد على كيان كامل ان هو يفكر الناس ويكون معاهم. طبعا يا خدمه علشان كده سموها بخدمه ضيوف الرحمن. خدمه ضيوف الرحمن مش هو المشرف، مش هو بس المشرف، لا خدمه ضيوف الرحمن كل من هو يكون بعمل يخص الناس دي. كل ما هو يساعد الناس دي انها تعمل عمرتها او تؤدي مناسكها او تعمل حج، كل الناس في خدمه ضيوف الرحمن. كل لو انت رحتي الحرم كل الناس بتخدم ضيوف الرحمن، اول المطار، من اول الموظفين، من اول الكوانتا، من اول كل الناس بتخدم ضيوف الرحمن. في الحرم بتلاقي خدمه ضيوف، بتلاقي كل حاجه، كل حاجه، الشركات، الموظفين اللي شغالين، المشرف اللي بيطلع معاهم، سواقين الباصات، شوف لدرجه ايه، لدرجه ان سواق ما هو ده طالع يخدم ضيوف الرحمن. المنافذ، كل الناس ما شاء الله بتخدم ضيوف الرحمن على اكمل وجه. واحنا قلنا قبل كده ان انت لو جالك ضيف هتعملي معاه ايه، فيبقى لك ده ضيف الرحمن، عايز الناس تعمل معاه ايه. يعني احنا صراحه بنشوف معامله يعني من السلطات ومن المطارات، من الاستقبال هناك، في كل حاجه بصراحه خدمه فوق الممتاز يعني. طيب عايزه حضرتك كمان تكلمني عن المزارات والزيارات في مكه والمدينه، بتكون عامله ازاي وشكلها ايه؟ تمام. احنا عندنا كل الناس، كل الشركات بتعمل مزارات. مزارات بتوقف في المدينه، في مزارات معينه في مكه، بتوقف في مزارات معينه. المزارات في المدينه بيروحوا جبل احد، بيشوفوا جبل احد، بيسمعوا بيفهموا المعركه اللي حصلت في احد والشهداء وسيدنا حمزه رضي الله عنه، وكل ده بنشرحه لهم في جبل احد. وبيروح مسجد قباء. مسجد قباء طبعا معروف ان هو اول مسجد بني في الاسلام، ومعروف طبعا ان هو الصلاه فيه باجر عمره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى قباء وصلى بها صلاه كانت له كأجر عمرة، يعني من تطهر في بيته ثم أتى قباء وصلى بها صلاة كان له كأجر عمرة. يعني أنت لو أنت خرجت من مكانك ورحت أنك تصلي في مسجد قباء خدت أجر عمرة من غير ما تعمل عمرة. وكمان بنروح مسجد ذو القبلتين اللي هو شاهد تغيير القبلة في المدينة، وبنروح المجمع المصاحف، بيخش بيشوفوا طبعا المطابع بتاعة الملك عبد العزيز، وطبعا حاجة طبعا فوق الوصف، طبعا مطبوعة كاملة بتطبع المصحف. ده في المدينة. احنا في مكه بقى، في مكه بنروح جبل احد، جبل عرفه اللي هو جبل الرحمه، المنطقه كلها اللي كان فيها عرفه اللي هي بتبقى فيها الخيام بتاعت الحج. انا بكلمك على العمره، المزارات دي بتحصل في العمره. فالناس في العمره ما بيروحوش، يعني الحج طبعا اساسي موجود في عرفه، موجود في منى، موجود في مزدلفه، لكن العمره لا، هم بيروحوا يشوفوا الاماكن اللي بيبقى فيها الحج. بيشوفوا طبعا جبل الرحمه، بيشوفوا غار حراء، بيشوفوا جبل النور، بيشوفوا الجمرات، بيشوفوا مكان الخيام بتاعت مينا وعرفه، هم بيشوفوا مزدلفه. دي كلها المزارات اللي بتحصل في مكه وفي المدينه. هي بتبقى كمان سياحه اكتر ليهم، ان هو فوق ان هم باخدوا اجر والثواب من عند ربنا، ان هي كمان سياحه ليهم ان هم اول مره يشوفوا الاماكن. بالظبط بالظبط. وزي ما حضرتك قلت المطبعه اللي هي بتطبع المصاحف، ده كمان حاجه حلوه جدا ان هم يشوفوها ويتعرفوا طبعا عليها. وكمان بياخدوا هدايا كمان، يعني بياخدوا كمان وهو خارج بياخد مصحف طبعا مكتوب عليه مطبعه الملك عبد العزيز. فهو هي الناس بتروح المزارات هناك بتبقى حاجه كويسه للناس، بتفيدهم، لان طبعا معظم الناس ما شافتش وما عرفتش ايه هو جبل احد، ايه هو مسجد القبلتين اللي هو شاهد تغيير القبله. هو مش عارف هو القبله كانت ازاي، فين الاول بقت فين، فمحدش عارف. لما بيروح هناك وبيسمع وبيفهم بيعرف وبيشوف، فبتبقى حاجه طبعا بالنسبه له حاجه كويسه. طب عايزه حضرتك تكلمني عن شعور الناس وهم رايحين الزيارات دي، بيروحوا من المكان ده بيدخلوا المكان ده. عايز اقول لك ان الناس بتصلي الفجر وتفضل قاعده في الفندق مستنيه الباص لما يجي، يعني الله يا بختهم. طبعا بالظبط، هو بالنسبه له طالع فسحه، يعني هو بالنسبه له طالع فسحه، طالع ان هو يشوف حاجات هو كان نفسه يشوفها، حاجات يطلع بيها في جبل الرمان صغير جدا جنب جبل احد، توصل تلاقي ناس بتطلع تتصور وتطلع تبص وتطلع تشوف. بيخش يقرا الفاتحه طبعا ويسلموا على المقابر سيدنا حمزه والسبعين صحابه، وبيبقى طبعا بالنسبه لهم حاجه جميله طبعا ان هو يخش يشوف الجامع اللي هو فيه تغيير القبله. طبعا هي الرجاله في مسجد، فبين القبله الاولانيه باينه والقبله القديمه باينه والجديده باينه، فبيخش يشوف طبعا بالنسبه له حاجه كويسه جدا. استاذ محمد احنا لسه مكملين معاك النهارده، ولكن هنطلع لفاصل صغير ونرجع لكم بعد الفاصل. قرب وتعالى هتلاقي الضحكه، جرب معانا صنعت البهجه، قرب وتعالى هتلاقي الضحكه، جرب معانا صنعت البهجة.
مشاهدينا رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا النهارده ومعانا استاذ محمد عوض مدير السياحه الدينيه بشركه زينادو ترافل. استاذ محمد عايزه حضرتك بقى نكمل كلامنا واتكلمنا عن العمره في رمضان بتكون عامله ازاي؟ طبعا العمره في رمضان جميله جدا طبعا. النبي صلى الله عليه وسلم على عمره في رمضان بتاع الحجه معي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ميز عمره رمضان ان هي كده حجه معاه. عمره جميله طبعا وتراويح والتهجد يعني حاجات عمره طبعا رمضان بيفرق جدا عن طول السنه. حتى بتلاقي عليها اقبال جامد يعني بتلاقي عليها اقبال جامد وزحمه جدا لان فيها حاجه طبعا 10 الاواخر فيها ليله 27 فيها ختم القران. عمره رمضان حاجه جامده طبعا الناس كلها بتحبها. طب عايزه حضرتك كمان تقول لي ايه هي المده او المده المسموحه كام لبقاء المعتمر ان هو يفضل في مكه؟ طيب والله هو فيه حسب البرنامج وهي اصلا الاقامه هناك ما بتزيدش عن 30 يوم. يعني طبعا احنا طول السنه برنامجنا بيبقى 15 يوم 10 ايام. رمضان مثلا بيبقى فيه شهر كامل فهو ليه 30 يوم مده الاقامه في التاشيره 30 يوم. فالناس ما بتتخطاش ال 30 يوم لان صعب شويه تتخطى بيبقى فيها مشكله شويه. الحج هو الركن الخامس، كلمني عن الحج. لا الحج ده الركن الخامس ده حاجه. الحج بصراحه يعني حاجة جميلة جدا 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 يعني وربنا يكرم كل الناس بيه ويكرمنا دايما بيه يا رب وما يحرمناش منه يا رب. الحج يعني حاجة فوق الوصف. الحج هو الركن الخامس. الحج الناس هو في مشقة شوية للناس يعني هو في مشقة شوية للناس بس في حاجات كثيرة ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيه ومن استطاع إليه سبيل. فالحج جميل. الحج في كل حاجة يعني هو في كل حاجة في يعني في رمي الجمرات وفي الناس بتعمل في مشاكل جامده. الناس بتطلع تعمل عمره في الاول بعد كده بيروحوا يطلعوا على عرفه يقعدوا في عرفه يوم كامل طبعا لحد غروب الشمس بعد كده يبدا يطلعوا المزدلفه ينزلوا في المزدلفه بيلموا الحصى وبيصلوا المغرب والعشاء. طبعا بيبقى في جامعه قصر وبعد كده بيطلعوا على يباتوا في المزدلفه لحد الفجر بعد كده بيطلعوا على منى. منى طبعا في ايام التشريق اللي هم الثلاث ايام التشريق دول بيرموا الجمرات. طبعا الحج حاجه جميله جدا يعني ومناسك طبعا ما فيش كلام يعني النبي صلى الله عليه وسلم خذوا مناسككم عني يعني. فالحج ده حاجه عظيمه جدا 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 ربنا يرزق كل الناس ان شاء الله يا رب. ربنا يرزقنا يا رب ويرزق جميع المسلمين. عايزه حضرتك كمان تقول لي السنه اللي فاتت ما كانش فيه بوابه الكترونيه فايه الفرق بين السنه دي وبين السنه اللي فاتت في وجود البوابه؟ طيب البوابه طبعا فرقت جامد جدا جدا مع الناس واحنا طبعا يعني مش عايزين نرجع عن البوابه يعني خلاص احنا عايزين يعني الحمد لله انجاز كبير فعايزين ربنا يكرمنا يفضل دايما على البوابه لان البوابه كل الشركات اصلا السياحه بتخضع لوزاره السياحه وعندها قانون طبعا السنه اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها حصل طبعا تكدس في المطارات وحصل افتراش في مكه ليه؟ لان ما كانش في بوابه ما كانش في نظام كانت التاشيرات بتطلع من اي حته. السنه اللي فاتت معلش كان قاعد على القهوه بيعمل تاشيره غير اللي ما كانش في نظام كان الناس بتخرج من على المطار طبعا تكدس طبعا وافتراش في الارض وعدم وهم راجعين طبعا ما فيش تذاكر ما فيش اماكن في مكه. ليه؟ لان كل اللي خد تاشيرات يعني كانت موضوع. لكن السنه دي الحمد لله رب العالمين موضوع البوابه ده فرق جدا 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 مع الناس وفرق جدا مع شركات السياحه. والنهارده ما فيش حد يقدر يخرج من مطار القاهره بدون باركود. الباركود اللي هي البوابه الالكترونيه اللي عاملاها انجاز كبير جدا 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 الحمد لله. النهارده ما فيش حاجه اسمها افتراش ما فيش حاجه اسمها السنه اللي فاتت كانت كارثه بكل المقاييس. اخر السنه احنا اتفاجئنا ان الناس اصلا انا قاعد في مكه وناس بتتصل بيا مش لاقي سكن جايين بتاشيرات بس هو جاب تاشيره وخد تذكره وروح وراح على مكه. طب فين مكانك فين سكنك فين الكلام ده فين النظام اصلا مفيش. لكن هو الباركود ده بقى بيبقى عباره عن ايه اللي هو مكتوب فيه الاسم وهيروح يقعد فين المكان تمام بالظبط. الباركود ده عاملاه البوابه الالكترونيه النهارده ما حدش يقدر يخرج من المطار ما حدش ينفع يخرج من المطار من غير ما يكون حامل باركود. الباركود ده بيجي عن طريق البوابه الالكترونيه. انا النهارده بعد ما بخلص ومراجعتي واخلص حاجاتي واجيب تاشيراتي وارقام مراجع من السعوديه ببدا اخش على البوابه احط الحاجات دي على البوابه الالكترونيه عشان اخد بيها الباركود. من غيرها انا ما اعرفش اخد الباركود ومن غير باركود ما ينفعش اسافر. فانا بعمل بدخل على البوابه الالكترونيه وبالتالي بحصل على الباركود يبقى انا كده ماشي سليم. غير كده بقى انت مش ماشي سليم غير كده انت عايز تسفر الناس وتوديها المطار عشان خاطر الناس ترجع حرام طبعا ما ينفعش. هو ده النصب هو ده اللي قدرت البوابه الالكترونيه تسيطر عليه. ما بقاش في نصب ما بقاش في استغلال للناس ما بقاش في اي حاجه بقى كل واحد معاه باركود اتفضل اخرج. هو النهارده انت ممكن تخش على زي ما قلنا قبل كده اخش على البوابه الالكترونيه اعرف انا طالع فين ورايح فين وجاي مع مين واعرف كل حاجه. طبعا انجاز كبير جدا 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 الحمد لله. استاذ محمد طبعا احنا كالعاده وقتنا مش كافي ان احنا ناخد من حضرتك كل المعلومات وكمان انا بعتذر لمشاهديني على الفقره الثانيه نظرا لضيق الوقت ونظرا كمان لان الضيف اتاخر ولكن ان شاء الله هيكون معانا في فقرات ثانيه كتير وهيكون معانا في حلقات ثانيه. اشوف وشكم على خير ان شاء الله في الحلقه الجايه. استودعكم الله.
قرب وتعالى هتلاقي الضحكة، جرب معانا صانعة البهجة، هتلاقي حكاوي وكلام وغناوي، جرب لو ناوي هما يومين فكة، الضحك الغالي الغالي والبسمة الحلوة حكمة وقالهالي قالهالي واحد عالقهوة، حكايات مزيكا وغنى وانتيكا، لو من امريكا حوض عالسيكا.